يلا بينا شباب سينيور 3، يلا بينا نكمل الواجب. يلا بينا، كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند السؤال 75، هنبدأ معاكم النهاردة ايه تكملة السؤال 76. طيب يلا بينا. هنا بيقول لكم if a is a real number، تمام؟ يعني الايه ده ماله، الايه ده real number عادي خالص، تمام؟ بيقول لي conjugate of the number is، عايز يعرف الconjugate بكام. طيب تمام. طب حلو، هل انا بشتغل بمنظر زي ده؟ لا، بس في حاجة انا مش عارف اكنسل حاجة من فوق مع حاجة من تحت، صح؟ تمام. بصوا بقى، هو مش i power 3 هو نيجاتيف i، صح؟ تمام. يعني انا دلوقتي ممكن اشيل الاي دي احط مكانها مين؟ هو مش معنى كده ان الاي بيساوي نيجاتيف i power 3، صح؟ طيب، طب انا استفدت ايه من حركه زي دي؟ هشوف. تمام، يعني انا دلوقتي ممكن اشيل الاي احط مكانها مين؟ نيجاتيف i power 3. طب هشوف انا استفدت ايه. بقت a power 3 minus i power 3، صح؟ على a power 2 plus a i minus 1. طب حلو، هو مش ده اللي هو الكيوبك براكت؟ تمام، كنت بفكه براكت كبير وبراكت صغير. طب يلا بينا. طب ده كان بيتفك ازاي؟ مش ده كان هيبقى a minus i، تمام؟ خدت كيوبك روت الاولاني والكيوبك روت للتاني، تمام؟ والاشاره اللي في النص باخدها زي ما هي، تمام؟ طيب جبت البراكت الصغير، بجيب ازاي البراكت الكبير منه؟ بصوا بقى، بضرب الاولاني في نفسه a في a ب a باور 2، تمام؟ وبضرب ده في ده، بقت نيجاتيف اي اي، صح؟ باخدها هنا بعكس الاشاره، الكلام ده انتوا المفروض كلكم عارفينه، تمام؟ طيب وبعد كده بضرب التاني في نفسه، يعني نيجاتيف اي في نيجاتيف اي، صح؟ نيجاتيف ونيجاتيف بقت بوزيتيف، وهنا اي في اي، اي باور 2. طب اي باور 2 ده اللي هو مين؟ نيجاتيف 1، يعني دي بقت كام؟ بقت نيجاتيف 1، صح؟ طب بصوا بقى انا استفدت ايه؟ بقى البراكت ده هو، بص هو مش انا اللي فكيت دي، بقت ايه؟ ماينس اي مضروبه في a باور 2 بلس a i ماينس 1، صح؟ واللي تحت كان a باور 2 بلس a i ماينس 1. طب هو مش ده راح مع ده، اتبقى لي مين؟ a ماينس i. طب هو كان عايز مين؟ كان عايز الكونجكت بتاع ده، تمام؟ طب انا في الكونجكت كنت بغير اشاره مين؟ كنت بغير اشاره الجزء الكومبلكس بس، فهتبقى دي طبعا الاجابه، عشان غيرت اشاره الكومبلكس بدل ما هي نيجاتيف بقت بوزيتيف، تمام؟ فبقت a بلس i اللي هي الاجابه b، تمام؟ طب تاني، انا من غير الحركه دي ما كنتش هعرف اعملهم اتنين براكت كده، تمام؟ او يعني حتى لو انا كنت اشتغلتهم كيوبك روت ما كانش ده هيروح مع ده، فانا اللي استفدت من الحركه دي ان اللي فوق ده راح مع ده، فبالتالي منظرها اتسهل جدا وعرفت اجيب لها الكونجكت. طيب نخش على السؤال اللي بعده، يلا بينا. بصوا بقى، هنا بيقول لكم الزد دي، سيبوكوا دلوقتي من باور ان ده، تمام؟ مش دي الزد اللي عندي، الجزء الريل والجزء الايماجينري. طيب الان اللي فوق ده رقم بوزيتيف عادي، تمام؟ حلو، وبيقول لنا ان الزد بتساوي كام؟ 1. طيب حلو، عايز يعرف الليست فاليو بتاعت الان، تمام؟ طيب انا دلوقتي عايز ايه؟ مش انا دلوقتي عايز اجيب الزد؟ طيب هو الزد مش اكس بلس اي واي، صح؟ طيب هو مش الاكس هنا بهاف بلس اي روت 3 اوفر 2، صح؟ طب انا دلوقتي عايز اكتب الزد دي كايه؟ كالفورم التراجنومتريك بتاعتنا العاديه، صح؟ طيب هروح دلوقتي اعمل ايه؟ هجيب السيتا. طب السيتا هتبقى شيفت تان الواي على اكس، صح؟ يعني شيفت تان، نعمل اهو شيفت تان روت 3 اوفر 2 ديفايدد هاف، صح؟ طيب طلعت بكام؟ شيفت تان روت 3 اوفر 2 وهنا هاف اللي هو 0.5، يعني طلعت معانا بكام؟ ب 60. طب عايز اجيب الار، هعمل ده باور 2، هعمل اكس باور 2 اللي هو هاف باور 2 0.5 باور 2 بلس روت 3 اوفر 2 اول باور 2، طلع معانا بكام الار؟ بواحد. طيب حلو جميل، هو الار طلع بكام؟ بواحد، صح؟ يعني الزد ده انا ممكن اكتبه كده، صح؟ كوساين 60 بلس اي ساين 60، صح؟ اتفقنا ان هنا كنت بحط الار، والار كده كده كام؟ واحد. بس هو انا عايز زد باور ان، صح؟ يعني كل ده باور كام؟ باور ان، صح؟ طيب حلو، مش هو دلوقتي بيقول ان الزد بواحد؟ طب بصوا، الزد بواحد دي، الزد بواحد دي معناها ان الرقم ده ريل اصلا، صح؟ يعني معناها ان الجزء، يعني بصوا، مش الرقم الكومبلكس ده بيبقى عامل كده كوزاين مثلا سيتا بلس اي ساين سيتا؟ طيب واحده واحده، هو الزد ده طلع بواحد، صح؟ يعني ما فيهوش جزء ايماجينري،
يعني المفروض الجزء ده كده يبقى بكام؟ يبقى بزيرو، صح؟ طب هو ساين كام يديني زيرو؟ ساين زيرو اهو على الكالكوليتر، ساين زيرو بكام؟ بزيرو، صح؟ او ساين 360، صح؟ او ساين كام؟ 360. يعني انا من الاخر عايز الجزء ده يبقى مش موجود، صح؟ طيب انا عايز الجزء ده يبقى ايه؟ مش موجود. يعني انا عندي السيتا عشان هو قال لي الزد بواحد، فمعنى كده الجزء الايماجينري ايه؟ مش موجود، صح؟ طب انا عايز اكنسله، مش الجزء الايماجينري ده اللي هو الساين؟ طب ما انا عايز الساين دي تبقى بزيرو. طب ما انا عارف ان انا ساين زيرو بزيرو او ساين 360 بزيرو، يعني معنى كده ان السيتا اللي عندي دي، السيتا اللي عندي دي يا اما ب 360 يا اما بكام؟ بزيرو. طب ده اللي انا عرفته، مش انا عايز اجيب زد باور ان، واحنا قلنا في الباور الباور بينزل هنا، صح؟ فبقت كوزاين 60 ان بلس اي ساين 60 ان، صح؟ طب ده اللي هو مين؟ ده زد باور ان، وطبعا واحد باور ان بواحد، تمام؟ طيب ما انا عرفت بقى ان السيتا دي اللي هي ال 60 ان بقى بزيرو، او ال 60 ان دي ب 360. طب هو هنا عايز يعرف الان بكام؟ طبعا ما فيش اجابه بالزيرو، صح؟ لان ده لو كان زيرو اصلا كانت اي حاجه باور زيرو ب 1، فمش هينفع اصلا الحل ده، تمام؟ فهروح هنا احسب الان، مش الان هنا هتساوي 360 ديفايدد 60 اهو، 360 ديفايدد 60 تطلع معانا بكام؟ ب 6. يبقى الان طلعت بكام؟ ب 6، اللي هي يعني اجابه الاجابه ب، تمام؟ هي كانت فكرتها طبعا متوقفه ان انا ابقى عايز اكنسل الجزء الايماجينري، وعشان اكنسل الجزء الايماجينري لازم السيتا تبقى بزيرو يا اما ب 360. اللي عايز بقى يحفظها يحفظها، بس انا فهمتها لكم يا ليه؟ عشان ساين زيرو بزيرو او ساين 360 بزيرو، وانا كده كده مش عايز الجزء الايماجينري، تمام؟ طيب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. يلا بينا. هنا عايز يعرف السيتا بكام، تمام؟ حلو. يعني انا التارجت بتاعي هنا السيتا بكام؟ هو من غير ما اقرا الاجابات كلها ايه؟ سيتا، صح؟ طيب مش انا عشان كنت اجيب السيتا دي كنت بعمل شيفت تان واي على اكس، صح؟ طيب هو الواي هنا عندي بكام؟ اللي هو الجزء الايماجينري، ها؟ الواي بكام؟ الواي طبعا ده الجزء الايماجينري اللي هو الملزوق جنب الاي، مش الواي ده بساين سيتا؟ حلو. طب الاكس اللي هو الجزء الريل بكام؟ بواحد ماينس كوزاين سيتا، صح؟ يعني انا من الاخر عايز اجيب تان لمين؟ ساين سيتا على واحد ماينس كوزاين سيتا. طبعا انا عايز احسب مين؟ عايز اجيب السيتا بتاعت الشكل ده كله، فهحط هنا طبعا ايه؟ تان انفرس، عشان انا عايز اعرف السيتا، صح؟ لكل ده. طب واحده واحده، انا جيت وقفت عند المنظر ده، صح؟ مش عارف اعمل ايه، تمام؟ هنا ساعتها هو قال لي السيتا من كام لكام؟ من 0 ل 180، صح؟ يعني السيتا دي مثلا ممكن تبقى ب 30، صح؟ فانا هاخد السيتا افترضها برقم من عندي اللي هو كام؟ السيتا ايكوال 30، تمام؟ طيب وعوض بيها هنا، تمام؟ وعوض بيها فين؟ هنا، تمام؟ يعني انا دلوقتي هعمل شيفت تان ساين 30، اعملوا بس معايا السؤال الاخر وافهم كل حاجه. 1 ماينس كوزاين 30، تمام؟ طلعت بكام؟ ب 75. بص، هي السيتا بتاعت الزد ده بتساوي 75، بس امتى؟ امتى؟ لما انا خدت الانجل عوضت عنها بكام؟ ب 30، ها؟ طب ما بسيطه، ما ناخد الانجل اللي ب 30 دي نفس الانجل اللي انا افترضتها فوقها، اعوض بيها فين؟ في الاختيارات، لحد ما تديني كام؟ 75. يبقى الاختيار اللي هعوض هنا عن السيتا دي ب 30 ويديني 75، يبقى هو ده الاجابه الصح. طب تعالوا كده نجرب الاختيار الاول. 180 على 4 ماينس، مش انا بقى خدت السيتا ب 30؟ يبقى هنا اعوض عنها بكام؟ 30. 30 على كام؟ 2. دي طلعت 30. هل دي الاجابه؟ لا، انا عايز الاجابه تبقى 75. ما ينفعش. طيب خش على اللي بعدها. باي اوفر 2 اللي هو 180 على 2، وهنا السيتا، السيتا اللي انا افترضتها بكام؟ ب 30، صح؟ طلعت بكام؟ دي طلعت ب 75. يبقى خلاص من غير ما اكمل هي دي الاجابه، تمام؟ طيب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. 79. طيب عايز يعرف الامبليتيود بكام، او عايز يعرف النورم بكام، تمام؟ طيب هو انا النورم كنت بجيبه ازاي؟ مش كنت بعمل روت اكس باور 2 بلس واي باور 2؟ طب حلو، هو هنا الاكس بكام اللي هو الجزء الريل على بعضه؟ 1 بلس كوزاين 2 سيتا، صح؟ طب والجزء الايماجينري بكام؟ ساين 2 سيتا، صح؟ طب انا كنت عايز اجيب مين بقى؟ روت اكس باور 2 بلس واي باور 2، صح كده؟ اللي هو روت. يلا بينا، الاكس بكام؟ 1 بلس كوزاين 2 سيتا، صح؟ وال باور 2 بلس ها ساين 2 سيتا، قول باور كام؟ 2.
طيب حلو، قدامنا دلوقتي حل تمام اللي احنا طبعا نفترض انجل ونعوض بيها. تمام حلو، على افتراض انا كنت عايز احلها بالطريقه دي، هاخد مثلا السيتا بكام؟ السيتا ب 30 تمام، واروح اعوض هنا تمام، ده لو انا مش عايز اشغل دماغي مثلا واكمل حلها تمام. فهنا هتبقى روت 1 بلس كوزاين 2 تايمز 30 صح، اول باور كام؟ باور 2 بلس ساين 2 تايمز كام؟ 30، اول باور كام؟ باور 2 تمام كده. طيب طلعت بكام؟ طلعت بروت 3. طيب يبقى انا اخد السيتا اللي ب 30 بتاعتي دي اعوض بيها هنا وهنا، ولو طلعت لي روت 3 تبقى هي دي الاجابه صح؟ يبقى هنا 2 تايمز كوزاين 30 طلعت بكام؟ هي دي اللي طلعت بروت 3. يبقى الاجابه انهي اختيار؟ ده تمام؟ طب وهنا مثلا عشان اجرب اتاكد انها مثلا دي مثلا مش الاجابه، دي طلعت بواحد تمام؟ يعني دي زي دي ما ينفعوش تمام؟ الاجابه طلعت بكام؟ بروت 3. طب اللي كان عايز يكمل بدماغه بقى، خلاص الاجابه انا طلعتها بروت 3 وجيت هنا عوضت بقى. يا جماعه بصوا، لما باجي اعوض بالسيتا وبفترض رقم بان عندي، لازم لما اعوض بيه هنا لازم نفس الرقم اخده اعوض بيه في الاختيارات تمام؟ طيب على افتراض دلوقتي بقى انا عايز احلها بدماغي. طيب بصوا بقى، مش شايف الروت دلوقتي عشان ما يعمليش كعبله، هفك البراكت البورت وهضرب الاولاني في نفسه، بقت 1 بلس ده في ده في 2 فبقت 2 كوزاين 2 سيتا صح؟ بلس هضرب الثاني في نفسه كوزاين باور 2 2 سيتا، وده ساين باور 2 2 سيتا. طب واحده واحده، هو مش ساين باور 2 بلس كوزاين باور 2 بواحد صح؟ تمام؟ اشوف بقى ده بكام؟ ده هيطلع 2 كوزاين 2 سيتا، وهنا واحد وهنا واحد، تبقى 2 بلس 2 كوزاين 2 سيتا تمام. وهنا الموضوع ده كله هيبقى فيه دبل انجل تمام، هتحل بالدبل انجل، بعد ما تحلوها بالدبل انجل هتطلع برضو الاجابه سي، ده اللي كان عايز يحلها بدماغه تمام. بس خلي بالكم عشان انا هنا كان في ايه وكنت ناسينه، الروت تمام، تحل بالدبل انجل بتاع الكوزاين تمام. طيب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده، ده السؤال ال 80. زد بتساوي 1 بلس كوزاين 40 بلس اي ساين 40، عايز يعرف الارجمنت. طب الارجمنت اللي هي السيتا صح؟ طب مش انا عشان كنت اجيب السيتا كنت بعمل تان انفرس واي على اكس؟ طيب حلو، طب الواي هنا بكام؟ اللي هو الكوفيشنت بتاع الايماجنري صح؟ اللي هو ساين كام؟ ساين 40. طب والاكس اللي هو هنا بكام؟ اللي هو الجزء الريل على بعضه ها؟ اللي هو 1 بلس كوزاين 40 صح؟ تمام، ده الواي، سوري ده الواي على اكس اهو تمام؟ طيب اعمل بقى شيفت تاني لمين؟ للحته دي كده كلها تمام؟ يبقى هعمل شيفت تاني اهو، ساين 40 على 1 بلس كوزاين 40 طلعت بكام؟ الانجل اللي معايا دي طلعت ب 20، طب انهي واحده في دول اللي ب 20؟ هروح اشيل دي كل باي واحط مكانها 180 واشوف انهي اللي هتطلع 20. هنا اهي باينه جدا ان 180 على 9 فيها ال 20، يبقى هي دي الاجابه تمام؟ شلت ده حطيت مكانه 180، 180 على 9 فيها ال 20، هي الاجابه اللي طلعت لي. طب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده، السؤال 81. خلاص اعتدنا بقى على الاسئله دي، حلينا شبهها كتير في الاول. طيب زد 1 بكوزاين 70 بلس اي ساين 70، طب زد 2 كوزاين 20 بلس اي ساين 20، زين عايز يعرف الارجمنت بتاع زد 1 زائد زد 2. طب بسيطه، زد 1 بلس زد 2. مش انا لما كنت باجي بجمع كنت بجمع الجزء الريل مع الجزء الريل والجزء الايماجنري مع الجزء الايماجنري؟ طيب هو الجزء الريل هنا بكام؟ هو كوزاين 70 صح؟ بلس الجزء الريل هنا بكام؟ كوزاين 20 صح؟ ده الجزء الريل اللي هو الاكس يعني، بلس اي، اجمع بقى الايماجنري مع الايماجنري، ساين 70 بلس ساين 20 صح؟ طيب هو كان عايز مين؟ كان عايز الارجمنت بتاع دول، يبقى هعمل شيفت تان، شوف كده كل ده بكام؟ او ممكن اكتبها شيفت تان عادي، تان انفرس، يا اما تطلعه ده بكام لوحده وده بكام لوحده وتروح تعمله شيفت تان ده على ده، يا اما عادي اكتبهم زي ما هم، ساين 70 بلس ساين 20 على كوزاين 70 بلس كوزاين 20. تعالى بينا نشوف هتطلع كام، شيفت تان، ساين 70 بلس ساين 20 على كوزاين 70 زائد كوزاين 20 طلعت معانا بكام؟ ب 45. طيب هنا هو كان عايز مين؟ كان عايز المودلس بتاع زد 1 زائد زد 2، يعني عايز
نورم زد واحد بلس زد اتنين. طب مش انا جبت زد واحد بلس زد اتنين اهو، تمام صح كده؟ خلاص اشوف الاكس ده بكام. كوزاين 70 زائد كوزاين 20. طيب هو ده طلع بكام؟ الاكس طلع ب 1.282 تقريبا يعني. الواي طلع بكام؟ تمام شيل هنا الساين، شيل دي ونحط مكانها ساين، طلعت بكام الواي؟ برضه ب 1.282 تقريبا صح؟ مش انا كنت عايز بقى المدرس، يعني عايز اعمل روت اكس باور 2 بلس واي باور 2. طب اهو اكس باور 2 اللي هو 1.282 اول باور 2 بلس 1.282 اول باور كام؟ باور 2. طلعت معايا بكام؟ ب 1.813. خلاص هروح اشوف انهي اختيار اللي ينفع مع دول. هل روت 2؟ تعالوا نشوف روت 2 بكام. روت 2 ب 1.4. هل الاجابه اللي طلعت لي 1.4؟ لا طبعا. طب كوزاين 20، كوزاين 20 ده هيطلع لي رقم اكيد اصغر من الواحد يعني من غير ما اكمل، فكده كده دي مش هختارها يعني. طلع لي 0.9 برده مش الاجابه. هروح اجرب ساين 20، برده ساين 20 هيديني رقم اصغر من الواحد. مش احنا عارفين ان الساين والكوزاين اكبر رقم ليهم الواحد، فانا الرقم اللي عندي اصلا ب 1.8 تقريبا، فما تبقاليش اصلا غير الاجابه دي، فهي تبقى دي الاجابه. طب تعالوا نتاكد انها هتطلع الاجابه. هكتبها على الكالكوليتر عادي خالص. روت 2 تايمز كوزاين 20 بلس ساين 20. طلعت بكام؟ ب 1.813 تقريبا، يبقى هي دي الاجابه، الاجابه دي. طيب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. 82 يلا بينا. اعطيني زد 1 وزد 2. عايز زد 1 على زد 2 باور كام؟ باور 7. طيب بصوا تعالوا كده نشوف دي بكام. 2 تايمز 180 اوفر 3. الانجل دي ب 120 يا جماعه، تمام. طب ودي بكام برضو؟ 120 اكيد. طب باي اوفر 6 اللي هو 30، ودي بكام؟ 30. طيب حلو، هو كان عايز زد 1 على زد 2 صح؟ قول باور 7. طب انا هجيب زد 1 على زد 2 الاول بس، وبعد كده اعمل لها كام؟ باور 7 صح؟ طب زد 1 كام؟ كوزاين 120 بلس اي ساين 120 على كوزاين 30 بلس اي ساين 30. طب مش انا في الديفايدد كنت بعمل ماينس للانجل، فبقت كوزاين 120 ماينس 30 بكام؟ 90 صح؟ طيب بلس اي ساين 120 ماينس 30 بكام؟ 90. طب انا كنت عايز اعمل الكلام ده كله باور كام؟ باور 7 صح؟ اهو. طيب مش احنا قلنا الباور بينزل هنا وهنا؟ طيب هضرب 90 في كام؟ في 7 صح؟ فبقت كوزاين، هو كان عايز الانجل اصلا صح؟ كوزاين 630. طب هل ال 630 دي انا كنت بشتغل بيها ولا بروح اشيل منها 360؟ عشان طبعا ال 630 دي رقم اكبر من ال 360، فده نوت ستاندرد، فكنت بروح اطرح منه كام؟ 360. طلعت بكام؟ 270. طب هل 270 عندنا في الاختيارات؟ لا مش موجودة عندنا في الاختيارات. طب مفيش أي مشكلة عادي، أنا ما بغيرش حاجة في الأنجل، أنا بشيل منها لفة بس. طلعت بكام؟ شلت منها 360، طلعت بنيجاتيف 90. طب نيجاتيف 90 ده اللي هو نيجاتيف باي أوفر 2، اللي هي الإجابة سي. لما جيت شلت منها 360 طلعت 270، 270 مش موجودة عندي في الاختيارات، لا دي 270 ولا دي 270 ولا دي 270 ولا دي 270. طب هل هقعد أصوت؟ لا مش هقعد أصوت، عادي هشيل منها 360 كمان. طلعت أهي نيجاتيف 90، طبعا دي بنيجاتيف 90. تمام؟ طيب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. 83 عايز الانجل، عايز الامبليتيود، تمام. طيب طبعا قدامي حل بسيط جدا، ان انا ممكن اكتبها على الاله زي ما هي واعمل شيفت 2 3 زي ما المستر قال لكم في الحصه، وعادي حاطط له اهو. تعالوا نعمل 1 بلس اي تان 18 على 1 ماينس اي تان 18، تعالوا نشوف هتطلع بكام. طيب طلعت رقم، عملت شيفت 2 3 ايكوال، طلعت الانجل ب 36. يعني هي طلعت كده على الكالكوليتر، طلعت 1 و36. طب مش انا عايز اشوف فين ال 36؟ دي ب 90 مش 36 اكيد. تعالوا نشوف الباي اوفر 4 دي 180 على 4 دي ب 45، ما ينفعش اكيد مش دي، تمام. يبقى هي دي 180 على 5 فيها 36 صح، هي دي تمام. طيب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. السؤال ده طويل شوية، السؤال اللي هو السؤال 84. طيب بصوا بقى، طبعا أنا عايز أجيب كومون دينومينيتور، فمش هينفع أشتغل كده، فأحتاج أجيب لي دي كومون دينومينيتور من غير أي حاجة كده. بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما أبدأ. طيب مش ده هنا على واحد؟
مفيش حد عنده مشكله صح. دي اكس على واحد وهنا ماينس واحد على اكس عشان بس تبقى متساويه. طيب بجيب كومون ديرمينيتور ازاي؟ بضرب اللي تحت في اللي تحت واحطه في اللي تحت تمام. اكس في واحد باكس طبعا صح. طيب بعد كده بضرب ده في ده اكس في اكس باور 2 اكس في اكس اكس باور 2 الاشاره دي ايه؟ ماينس بنقلها زي ما هي واضرب ده في ده واحد في واحد بواحد تمام. طيب حلو الكلام ده. حد عنده مشكله؟ دي بقت هي هي دي فبقت اكس باور 2 ماينس واحد على اكس بتساوي اي. طب انا ما بحبش الفراكشن بكرهه. طب ما بسيطه يا عم ما هو دي هناك بالتايمز فبقت اكس باور 2 ماينس واحد ايكوال اي اكس. طب مش انا كنت دايما بحب اساوي الايكويشن بالزيرو؟ طب ما ادخل الاي اكس جوه بعكس الاشاره فبقت اكس باور 2 ماينس اي اكس ماينس واحد ايكوال كام؟ زيرو. بص بقى عشان المساله دي طويله شويه فاحنا ايه هنمسح دول بس ايه كله خلاص عرف انا جبت دي ازاي تمام. حولتها من المنظر ده البشع اللي انا ما بحبوش ده للمنظر ده تمام. طبعا هنا انا جبت كومون دينومينيتور ما بعرفش اشتغل كده صح فلازم اجيب لها كومون دينومينيتور. عرفنا بنجيب كومون دينومينيتور ازاي. طيب يلا بينا. بصوا بقى هنا للاسف لما بيجي لي فورم زي ده بضطر اشتغل بالجنرال فورم اللي انتوا كنتوا واخدينها في ثانيه ثانوي. طب ايه الجنرال فورم افكركم بيها برضو؟ نيجاتيف بي بوزيتيف اور نيجاتيف روت بي باور 2 ماينس 4 اي سي على 2 اي. طيب واحده واحده بقى هو مين الاي ومين البي ومين السي؟ طبعا الاي ده بواحد لان هو الكوفيشنت بتاع الاكس باور 2 والبي ده بنيجاتيف اي لان هو الكوفيشنت بتاع الاكس تمام والسي ده بنيجاتيف واحد السي ده الرقم تمام. هرجع اقعد في الجنرال فورم بتاعتي تمام فبقت نيجاتيف بي اللي هو نيجاتيف نيجاتيف اي ها يعني بوزيتيف اي تمام بلس روت بي باور 2 يعني نيجاتيف اي باور 2 نيجاتيف اي باور 2 اللي هو اي باور 2 يعني بنيجاتيف 1 تمام. فده كده بقى بنيجاتيف 1 ماينس 4 تايمز الاي اللي هو بواحد تايمز السي اللي هو بنيجاتيف 1. طب واحده واحده بقى ده اي طبعا على 2 اي ها اللي هو 2 تايمز 1 يعني 2 ها ماشي يعني 2 تمام تمام. ده كان نيجاتيف 1 اه وده هنا مفيش حاجه تمام. يبقى هنا اي تمام بلس روت. بصوا بقى كل ده كده اعمله على الكالكوليتر عادي خالص. 4 في 1 بالنيجاتيف دي كده هتبقى 4 فهتبقى نيجاتيف 1 بلس 4 تمام اوفر 2. طب بقت اي بصوا بقى ده كده بلس روت كام ده هنا بالنيجاتيف ده كده هيطلع ب 3 روت 3 اوفر 2 تمام. طيب مش انا كنت مره باخدها بالبوزيتيف ومره بالنيجاتيف عشان القانون فكنت هعمل شراب رول اخد ده على ده وده على ده فبقت اي اوفر 2 بوزيتيف اور نيجاتيف روت 3 اوفر 2 يعني من الاخر من الاخر من الاخر دي هي هي روت 3 اوفر 2 بوزيتيف اور نيجاتيف هاف اي. شفتوا حولتها ازاي ازاي؟ طيب هنا كان عايز يجيب مين؟ اكس باور 32 بلس اكس باور نيجاتيف 32. طيب مش انا هنا عايز اعمل باور يبقى لازم احول المنظر ده ايه؟ لتراجنومتريك فانكشن تمام؟ طب بحولها لتراجنومتريك فانكشن ازاي؟ بكتبها على الاله زي ما هي روت 3 اوفر 2 بلس هاف اي واتك شيفت 2 3 شيفت 2 3. طيب طلع لي واحد وانجل 30 تمام؟ حد عنده مشكله لحد هنا عشان امسح كل اللي فات؟ طيب يلا بينا. توصلت ان الزد تمام او الاكس دي الاكس دي بتساوي واحد انجل 30 بعد كل المورد اللي احنا عملناه ده تمام. طب دي اكتبها ازاي؟ كوزاين 30 بلس اي ساين 30 بس. هو عايز اكس باور 32 بعمل هنا 32 وقلنا الباور بينزل هنا وهنا صح فبقت 32 تايمز 30 بقت دي كوزاين 960 صح بلس اي ساين 960. ده مين ده يا شباب؟ ده اكس باور 32. طب حلو هو كان عايز يعمله بلس مين؟ بلس اكس باور نيجاتيف 32 تمام. طيب اكس باور نيجاتيف 32 هروح اضرب النيجاتيف 32 هنا طبعا هتطلع كام؟ نيجاتيف 960 صح؟ عشان هنزل ال 32 هنزل نيجاتيف بدل ما هي بوزيتيف هتبقى نيجاتيف فهدخل دي هنا تبقى نيجاتيف 32 في 30 تطلع طبعا نيجاتيف 960 فتبقى هنا كوزاين
نيجاتيف 960 بلس اي ساين نيجاتيف 960. طب هو كان عايز يعمل ايه؟ كان عايز يعمل الاثنين بلس. طب مش احنا اتفقنا في البلس بجمع الجزء الريل مع الجزء الريل والجزء الايماجينري مع الجزء الايماجينري؟ طب يلا بينا هجمع الاثنين دول على بعض، الجزء الريل مع الجزء الريل. هجمع كوزاين 960 زائد كوزاين نيجاتيف 960، طلع معايا الجزء الريل بكام؟ بنيجاتيف 1. هجمع الجزء الايماجينري مع الجزء الايماجينري، يبقى اهو بلس اي، واجمع بقى الجزء الايماجينري ساين 960 تمام زائد ساين نيجاتيف 960 طلعت بكام؟ بزيرو. يبقى الاي بكام؟ بزيرو. اتبقى لي مين؟ نيجاتيف 1. تبقى الاجابه A تمام. يلا بينا خش على اللي بعده. بصوا بقى، هو هنا بيقول لي زد واحد اند زد اتنين ار تو نون زيروز كومبلكس نمبر. بيقول لي ان الماجنتيود بتاع زد واحد بلس زد اتنين ايكوال الماجنتيود بتاع زد واحد زائد الماجنتيود بتاع زد اتنين. لازم استنتج من الكلام ده ان هم عندهم سيم دايركشن تمام. يعني مثلا لو سيتا بتاعت زد واحد بتساوي 30 يبقى سيتا اتنين بتساوي 30 برضو. طب هو كان عايز مين؟ كان عايز الامبليتيود بتاع الاولاني ماينس الامبليتيود بتاع التاني. طب ما انا لو جيت عملت ده ماينس ده هيديني كام؟ زيرو، عشان هما في السيم دايركشن. تبقى الاجابه ايه؟ زيرو. طيب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. بصوا بقى السؤال كام ده؟ 86. طب يلا بينا. بص يا شباب، if a equal cosine theta plus i sine theta will b equal cosine alpha plus i sine alpha. زين، عايز الفاليو بتاع كل ده. طب انا اعمل ايه؟ ولا اي حاجه، هروح اجيب a b لوحده الاول. طب a b ده يعني هضرب ال a في ال b صح، بقت cosine theta plus i sine theta صح. طيب هضربها في مين بقى؟ كوزاين الفا بلس اي ساين الفا. طب انا اتفقت في التايمز، ما اعمل مين ولا بصوا هضرب عادي خالص تمام. طيب هضرب الاول في الاول هنا تمام، بقت كوزاين سيتا كوزاين الفا. طيب وبعد كده هضرب ده هناك صح، فبقت بوزيتيف اي ساين الفا كوزاين الفا. همسك ده اضربه هنا، بوزيتيف اي ساين سيتا كوزاين الفا بلس ثواني بقى، همسك ده اضربه هناك، اي في اي بنيجاتيف 1 صح؟ اي في اي بنيجاتيف 1، وهنا هتبقى ساين سيتا ساين الفا صح؟ طيب جميل. بصوا بقى انا عايز اجمع طبعا الجزء الريل مع الريل والجزء الايماجيني مع الايماجيني بس ها؟ تمام؟ فبقى ده الجزء الريل كوزاين الفا ماينس ساين سيتا ساين الفا بلس ده الجزء الريل ها تمام. اخد اي هاست كومن فاكتور هنا ساين الفا كوزاين الفا بلس ساين سيتا كوزاين سيتا. طب واحده واحده بقى، هو مش كوزاين كوزاين ده المفروض بقى انتوا عارفين الكلام ده تمام، مش المفروض كوزاين كوزاين ده يبقى كوزاين باخد عكس الاشاره سيتا زائد الفا صح؟ طيب وهنا بلس اي ساين، مش ده فكت الساين ساين كوزاين ساين كوزاين صح؟ بنقلها بنفس الاشاره هنا فبقت سيتا زائد الفا. طيب ده الجزء الريل وده الجزء الايماجيني. طبعا الكلام ده من ثانيه ثانوي ها، تريك بتاع ثانيه ثانوي، قوانين الساين بلس والكوزاين بلس تمام. طيب انا جبت مين؟ جبت اي بي، طلع ده اي بي صح. المهم ان احنا دلوقتي وصلنا ان اي بي بيساوي كام المنظر ده صح. طب عشان امسح كل اللي فوق ماشي، ده مين؟ ده الاي بي. طب كل ده كده ايه؟ احنا مش عايزينه عشان نكمل السؤال. يلا بينا. طيب هو عايز هاف اي بي يعني ده ها تمام، يعني اشيل اي بي واحط مكانه مين؟ كوزاين سيتا بلس الفا ماشي بلس اي
ساين سيتا زائد الفا. تمام؟ طيب حلو كده. ايه دي؟ تمام؟ طيب بلس واحد على الكلام ده كله صح؟ كوزاين سيتا زائد الفا بلس اي ساين سيتا زائد الفا. تمام؟ طيب اعمل ايه بقى في المنظر ده؟ تمام؟ بصوا انا دلوقتي ممكن افترض السيتا برقم والالفا برقم. تمام؟ دلوقتي احنا وصلنا للمنظر ده صح؟ طيب بصوا الموضوع ابسط من كده. انا ما بحبش الكلكعه صح؟ تمام. يعني انا بصوا خلاص احنا ايه مش محتاجين كده كل ده. انا ما بحبش الكلكعه، فممكن دلوقتي ايه دي اطلعها فوق بعكس اشاره الباور صح؟ يعني انا ممكن اقول ان واحد على اي بي ده هو هو اي بي عليها باور كام؟ نيجاتيف 1. تمام؟ طيب يعني انا كاني همسك الاي بي دي اعمل لها باور كام؟ باور نيجاتيف 1. يعني من الاخر كاني دلوقتي هعمل كوزاين سيتا زائد الفا بلس اي ساين سيتا زائد الفا قول باور كام؟ نيجاتيف 1. طب مش احنا قلنا ان الباور بينزل؟ يعني ده هينزل هنا وده هينزل هنا صح؟ فبقت كوزاين بصوا نيجاتيف سيتا زائد الفا تمام اهو بلس اي ساين نيجاتيف سيتا زائد الفا. طب واحده واحده بقى، هو الكوزاين ده بيعمل ايه في النيجاتيف؟ بياكله خالص صح؟ يعني كانه مش موجود. يعني ده بقى كوزاين سيتا زائد الفا صح؟ واحده واحده بقى، الساين بيعمل ايه في النيجاتيف؟ بيطلعه بره، طلعته بره اهو اي ساين سيتا زائد الفا. يعني من الاخر يا شباب ده مين؟ ده ايه؟ بي باور نيجاتيف 1. بدل بقى الكلكعه اللي انا كنت عاملها دي ارجع اشيل اي بي باور نيجاتيف 1 واحط مكانه مين؟ واحط مكانه ده اللي انا جبته تحت ده صح؟ اهو صح كده؟ بدل ما تكلكع مني يبقى اشيل كل ده واحط مكانه مين؟ اهو كوزاين سيتا زائد الفا ماينس اي. خلاص بقى ايه؟ مع السلامه مش عايزينك. ساين سيتا زائد الفا. من الاخر انا عايز اجمع كل ده على كل ده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، مع السلامه مع السلامه، راحوا مع بعض عكس الاشاره صح كده؟ تمام. طب حلو، عشان نرجع بس ايه نكمل هنا. تمام، بقت هاف. مش الاثنين دول زي بعض يتجمعوا على بعض صح؟ فبقت هاف 2 كوزاين سيتا زائد الفا صح؟ طب مش التو راح مع الهاف، اتبقى مين؟ كوزاين سيتا زائد الفا. هو الحمد لله وصلنا للاجابه الحزينه. تمام، يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. طيب دلوقتي دي حاجه فيها باور صح؟ طيب فانا ممكن انزل ده هنا وممكن انزل ده هنا صح؟ طيب حلو قوي الكلام ده. فدي بقت كوزاين 4 سيتا بلس اي ساين 4 سيتا صح؟ طيب وده انزل الباور هنا وهنا صح؟ فبقت ساين 4 او 5 سيتا بلس اي كوزاين 5 سيتا. واحده واحده. هو ايه ده؟ هو ينفع اللي انا بعمله ده؟ ده اصلا ريل. هل ينفع الساين يبقى ريل؟ لا طبعا. تمام؟ ما ينفعش طبعا الساين يبقى ريل، صح؟ طيب حلو. ما ينفعش الساين يبقى ريل. تمام؟ طيب هو للاسف هنا هنضطر ايه؟ نقلب اماكنهم. طب انا بقلب اماكنهم ازاي؟ هو من الاخر انا عايز اجيب الكوزاين هنا وعايز اجيب الساين هناك، صح؟ طب كان في حاجه كده كنا احنا على طول بنستخدمها اللي هي 90، مش ال 90 بتقلب الساين كوزاين والكوزاين ساين والعكس، صح؟ انا عشان محتاج ابدل اماكنهم. طيب فانا هنا هروح اعمل ايه؟ 90 ماينس صح؟ تمام. فانا دلوقتي عايز اجيب دي مكان دي، تمام؟ من الاول بقى. فدي كده بقت ساين 90 ماينس سيتا صح؟ بلس اي كوزاين 90 ماينس سيتا. طب ما دي تبقى ايه بقى؟ مش ال 90 ده بيقلب صح؟ بيقلب الساين يخليه كوزاين سيتا صح؟ وده
بلس اي ساين ثيتا. هل منظرها اتغير ولا لا؟ طبعا منظرها اتغير. تمام، بس في حاجه بقى. تمام، بص انت محتاج هنا كوزاين صح؟ تمام، بس في حاجه انت محتاج ده كوزاين. تمام، فده بقى هشيله واكتب مكانه كام؟ كوزاين 90 ماينس ثيتا بلس اي ساين 90 ماينس ثيتا. بس خلي بالكم هنا لسه ما حطيتش الباور. ها تمام، لسه ما حطيتش الباور 5. طب يعني الباور 5 بقى هينزل فين وفين؟ هينزل هنا وهينزل هنا. تمام، ما غيرتش حاجه في السؤال. هو مش كوزاين 90 ماينس يديني ساين؟ ما غيرتش حاجه في السؤال اهو. طب ومش ساين 90 ماينس يديني كوزاين؟ ما غيرتش حاجه في السؤال، وفي نفس الوقت خدت اللي انا عايزه، ان انا جبت هنا الكوزاين وجبت هنا الساين. طب يلا بينا، انا دلوقتي خلاص نزلت الباور بتاع اللي فوق. ها تمام، طب مش انا دلوقتي عندي دي بقت بعد الباور، مش دي هتبقى كوزاين 4 ثيتا بلس اي ساين 4 ثيتا صح؟ هنا بقى ما نزل الخمسه هتنزل هنا وهنا صح؟ فبقت 90 في 5 450 ماشي، فبقت كوزاين 450 ماينس 5 ثيتا بلس اي ساين 450 ماينس 5 ثيتا. مش انا هنا في الديفايدد بعمل ماينس للباور، فهتبقى 4 ثيتا ماينس 450 بلس 5 ثيتا صح؟ طيب واحده واحده بقى، 4 ثيتا و5 ثيتا 9 ثيتا، وهنا مين؟ نيجاتيف 450 بلس 90 صح؟ طيب واحده واحده بقى، هي دي طلعت 9 ثيتا صح؟ تمام، دي كده الانجل صح؟ فبقت كوزاين نيجاتيف 450 زائد 9 ثيتا بلس اي ساين نيجاتيف 450 زائد 9 ثيتا. قدامي حل دلوقتي صح؟ طبعا انتوا الحل ده عارفين. تمام، ان انا دلوقتي اشيل كل ثيتا وافرضها هنا برقم صح؟ اشيل كل ثيتا وافرضها هنا بايه؟ برقم صح؟ على افتراض دلوقتي انا هفترضها 30 صح؟ تمام، يبقى هنا شيل مثلا دي، حط مكانها نيجاتيف 450 زائد 9 في 30. طلعت دي بكام؟ كوزاين نيجاتيف 180 تمام بلس اي ساين نيجاتيف 180. طب نيجاتيف 180 صح؟ تمام، يعني المفروض ده يطلع لي كوزاين نيجاتيف 180، يعني طلعت بنيجاتيف 1 تمام، وساين نيجاتيف 180 بزيرو صح؟ زيرو جي او زيرو اي صح؟ يعني انا عندي الجزء الايماجينري بكام؟ بزيرو صح؟ طب انا افترضت هنا الثيتا بكام؟ ب 30 صح؟ طب ارجع كده اعوض، شوف كده هنا ساين 9 في 30، الجزء ده طلع بنيجاتيف 1 تمام، ده اللي هو الجزء الريل تمام. كوزاين ماينس اي كوزاين 9 في 30، اوبا الجزء ده طلع بزيرو. طب مش دي كانت طلعت بنيجاتيف 1؟ يبقى هي دي ايه الاجابه تمام. طيب تمام، عشان طلعت هي بنيجاتيف 1 والجزء الايماجينري بزيرو، زي ما انا خدت انجل وجربت تمام. طيب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده، 88. يلا بينا، بصوا بقى، قلنا لما بيجيب لي حاجه بالمنظر ده بشيل الزد بحط مكانها مين؟ اكس بلس اي واي صح؟ طيب حلو قوي الكلام ده. هو بيقول لي ان الانجل بتوين بيقول لي الامبليتيود، بيقول لي الامبليتيود اللي هي الانجل بتاعت الكومبلكس نمبر ده بباي صح؟ طيب هو هنا مش احنا بنلت ان الزد بتساوي اكس بلس اي واي زي ما اتعلمنا في اول الفيديو صح؟ يعني هشيل الزد احط مكانها مين؟ اكس بلس اي واي ماينس 1 بلس اي. اتفقنا، بجمع الريل مع الريل والايماجينري مع الايماجينري، بقى الجزء الريل اكس ماينس 1 بلس اي واي بلس 1 تمام. ده مين؟ ده الرقم الكومبلكس اللي عندي، هو الكومبلكس نمبر اللي كان عندي. طيب هو الثيتا بتاعته بتساوي كام؟ 180 صح؟ يعني لو جيت اخد تان انفرس الواي على اكس، الواي هنا بكام؟ واي بلس 1 صح؟ على اكس ماينس 1 صح؟ تمام، المفروض ان تاني الكلام ده بيديني كام؟ 180 تمام. طب هو تان 180 بكام؟ بزيرو صح؟ يعني من الاخر واي بلس 1 على اكس ماينس 1 بتساوي كام؟
0. ليه؟ عشان تان 180 ب 0 تمام؟ مش ده يروح هناك بالتايمز، فبقت y بلس 1 ايكوال كام؟ 0. يطلع معايا الواي بكام؟ بنيجاتيف 1. نص مشاكلي بتتحل صح؟ جبت الواي بكام؟ بنيجاتيف 1. طب انا مش عارف الاكس يا عم. طب ما في معلومه ثانيه هو عطاها لك، بيقول لك ان نورم الزد بيساوي كام؟ نورم الزد بيساوي 2. طب بنيجاتيف 1، هو خلاص قال لي الماجنتيود بكام؟ ب 2. طب الاكس ما اعرفوش، بقت اكس باور 2 بلس نيجاتيف 1 باور 2 ايكوال كام؟ 2. مش انا عايز اضيع الروت، اعمل باور 2 للناحيتين تمام؟ فبقت اكس باور 2 بلس 1 ايكوال 4، ده يطلع بره بعكس الاشاره، فبقت اكس باور 2 ايكوال 3، بقت الاكس الواحده بوزيتيف والنيجاتيف روت 3 تمام؟ طب هو كان عايز مين؟ كان عايز اكس بلس اي واي صح؟ عشان هو الزد يعني. طب انا جبت الاكس بكام؟ يا اما بنيجاتيف روت 3 بوزيتيف والنيجاتيف روت 3، وجبنا الاي بكام؟ بنيجاتيف 1 يعني نيجاتيف اي تمام؟ طب انهي واحده بقى؟ دي ما تنفعش، دي ما تنفعش، يبقى اكيد دي تمام؟ يبقى الاجابه سي تمام؟ طب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. 89. طيب السؤال 89. طيب هو هنا بيقول لي ان زد واحد عندها يعني، هو مش احنا السيتا اللي احنا بنشتغل بيها دي الانجل بتوين كومبلكس نمبر والاكس اكسس. طيب يعني السيتا بتاعت زد واحد بتساوي كام؟ سيتا صح. طب والسيتا بتاعت زد 2 كل ده، طب مش لحد هنا ب 180؟ تبقى الحته دي بكام؟ 180 ماينس سيتا تمام. طيب حلو قوي الكلام ده. طيب هو بيقول لي ان النورم بتاع الاثنين بيساوي كام؟ ار. طب هو عايز مين؟ زد 2. طب هو مش زد 2 ده ايكوال ار كوزاين سيتا 2 بلس اي ساين سيتا 2؟ طيب هو سيتا 2 بكام؟ كوزاين سيتا 2 180 ماينس سيتا بلس اي ساين 180 ماينس سيتا. طب حلو، طبعا ال 180 ما بتقلبش تمام، بس في حاجه لازم طبعا تفتكروا الكواد ده، ال 180 180 ماينس يعني في السكند كواد، اشاره الكوزاين في السكند كواد ايه؟ نيجاتيف طبعا، فبقت نيجاتيف كوزاين سيتا بلس اشاره الساين في السكند كواد بوزيتيف، فتنزل اي ساين سيتا. طب واحده واحده، هو التغير حصل في اشاره مين؟ في اشاره الاكس صح، اللي هو الجزء الريل. يبقى زد 2 بتساوي نيجاتيف زد 1 بار، عشان قلنا بناخد الكونجكت بس ايه فرق اشاره. طالما التغير حصل فين؟ طالما التغير حصل في الاكس في الجزء الريل، يبقى زد 2 ايكوال نيجاتيف نيجاتيف ها زد 1 بار، او زد 1 ايكوال نيجاتيف زد 2 بار، المهم البار يبقى فيها فرق ايه؟ اشاره. طالما التغير حصل فين؟ على السؤال اللي بعده تمام. بيقول لي زد از ا كومبلكس نمبر then the equation of z magnitude بتاع الزد بيساوي 3 represent on argand diagram by. طب واحده واحده، مش ده الارجان دايجرام بتاعي تمام؟ هنا بحط الارقام الكومبلكس تمام، وهنا بحط الارقام الريل تمام. طب هو بيقول لي ان النورم بتاعه بيساوي 3. طب هو مش النورم ده قلنا ان هو على الارجان دايجرام بيمثل لي الطول بتاع الفيكتور تمام؟ طب هو معنى كده ان طول الفيكتور هنا بكام؟ ب 3 صح؟ يعني طوله كده الحته دي كده كلها بكام؟ ب 3. طب هو اي فيكتور عندنا في الارجان دايجرام بيبدا منين؟ بيبدا من الاوريجن صح؟ تمام. طب تعالوا كده بقى نشوف الاختيارات على اساس ده. A circle and its center at the origin and its radius equal 3. اه طبعا الاختيار ده صح. طيب هل في اي كومبلكس نمبر عندنا بيبدا من حاجه غير الاوريجن؟ لا لا صح. طب هل هو بادئ من الاوريجن والراديوس بتاعه ب 9؟ لا طبعا. الراديوس بتاعه بكام؟ ب 3. هي مش دي الدايره اللي احنا كنا بنعملها؟ هي الراديوس بتاعها بكام؟ ب 3 صح. لو جيت خدت هنا ب 3، لو جيت خدت هنا ب 3، تبقى انهي اجابه؟ اول اجابه تمام. طب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. ده السؤال 92 ماشي. بصوا بقى، هو بس ايه الجملتين دول يعني المفروض يبقوا مضروبين في بعض، فانا هعيد لكم كتابة السؤال تاني. هو نور زد باور 2 بلس 8 زد بلس زد بار بلس زد في زد بار ايكوال كام؟ 8. طب حلو كده طريقة كتابة السؤال الصح تمام. طب واحدة واحدة بقى، هو نور الزد باور 2 ده مش اتفقنا ان هو بيساوي اكس باور 2 بلس واي باور 2؟ طب واحدة واحدة، زد في زد بار بيساوي نورم
زد باور 2. اتفقنا ان زد باور 2 بيساوي اكس باور 2 بلس اي باور 2. طب يلا بينا نخش على السؤال بالكام معلومه دول. طيب نورم زد باور 2 اللي هو اكس باور 2 بلس واي باور 2 بلس 8. بصوا يا جماعه، هو مش الزد ده اكس بلس اي واي، يبقى اكيد زد بار اكس نيجاتيف اي واي. تمام. طيب هشيل هنا الزد احط مكانها اكس بلس اي واي، وهنا بلس اكس ماينس اي واي. تمام. بلس قلنا زد في زد بار بيساوي نورم الزد بار 2 اللي هو اكس بار 2 بلس واي بار 2. الكلام ده كله بيساوي كام؟ بيساوي 8 صح. ده راح مع ده، بقى لي هنا اكس بار 2 بلس واي بار 2 بلس 8 اكس، عشان ده هيخش هنا صح، بلس اكس بار 2 بلس واي بار 2 ايكوال كام؟ 8. تمام. طب حلو، عايز اظبط شكلها اكس بار 2، وعايز اجيب الاكس بار 2 والواي بار 2 في الاول، واكس بار 2 اكس بار 2 2 اكس بار 2 واي بار 2 واي بار 2 2 واي بار 2 بلس 8 اكس نيجاتيف 8 نيجاتيف 8 ايكوال كام؟ 0. طبعا دي ايكويشن بتاعت الدايره صح. تمام، عشان هو حتى وهنا طالب ايه؟ طالب السيرفس اريا بتاعت الدايره صح، لو انتوا واخدين بالكم. تمام. طيب دي ايكويشن بتاعت الدايره او السيركل. تمام. السفير اللي انتوا كنتوا واخدينها في السوليد، هل انا كنت بينفع اشتغل وعندي حاجه جنب الاكس بار 2 والواي بار 2؟ طبعا لا. طب انا عندي مين اللي جنب الاكس بار 2 والواي بار 2؟ 2. يبقى اكيد هعمل الايكويشن كلها ديفايدد كام؟ ديفايدد 2. يبقى هنا اتبقى لي اكس بار 2 بلس واي بار 2 بلس 4 اكس ماينس 4 ايكوال كام؟ 0. دي الايكويشن بتاعت الدايره اللي انا هشتغل بيها. طب كنا اول حاجه بنروح نجيبها مين؟ السنتر. طيب السنتر مش دي جنرال فورم؟ كنت بروح اخد اللي جنب الاكس واعمله ديفايدد 2. تمام، واعمله ديفايدد 2 وغير اشارته. طب 4 ديفايدد 2 تطلع بكام؟ تمام، دي اكس باور 2 هنا، دي كده هتطلع بكام؟ بنيجاتيف 2 وكام؟ و0 صح. طيب عشان انا دلوقتي عندي السنتر عشان اجيبه، تمام، هو هنا مفيش واي، ها، فحطيت مكانها كام؟ 0. طب ده عشان اجيبه بعمل ديفايدد 2 بغير الاشاره. تمام. طب حلو، جبت السنتر اهو، مش ده كنا بنسميه ال وده بنسميه ام؟ طيب كنا بنجيب الراديوس ازاي؟ ال باور 2 بلس ام باور 2 ماينس دي تحت الروت. طب مين الدي ده؟ الرقم ده. تمام. طب يبقى الراديوس ايكوال نيجاتيف 2 باور 2 الكلام ده كله تحت الروت بلس 0 عشان الام ده ب 0 ماينس ماينس 4 يعني بوزيتيف 4 تطلع معانا بكام؟ ب 2 روت 5. تمام. جبت الراديوس بكام؟ ب 2 روت 5. طب هو مش الاريا بتاعت الدايره بتساوي باي ار باور 2 يعني باي تايمز 2 روت 5 اول باور كام؟ باور 2. تمام. على الكالكوليتر هتطلع 20 باي، اللي هي يعني اجابه الاجابه سي. طيب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. طيب بصوا بقى السؤال 93. طيب حاجات غريبة كده وعايز area of triangle في الآخر وأنا مش فاهم حاجة. طب أعمل إيه؟ بيقول لي الـ point A and B and C represent an Argand diagram the complex number Z، يعني الـ Z ده بتاع الـ A والـ B ده بيمثل لي الـ negative Z والـ C ده بيمثل لي الـ Z bar. طيب مش عارف حاجة، وده الـ R صح؟ مش ده الـ R اللي هو طول الفيكتور صح؟ طب أنا عندي أهو الـ Argand diagram. تمام؟ واحدة واحدة بقى، ده الارجان دايجرام اللي عندي صح؟ تمام. طيب الزد ده مش ممكن اعمله كده؟ والطول بتاعه بكام؟ بخمسه صح؟ طيب حلو، ده الزد ده. تمام. طيب دلوقتي انا عايز ارسم الزد بار والزد. تمام. طيب ده الزد وعايز ارسم الزد بار، يعني عايز اعرف مكانها فين وعايز اعرف مكان النيجاتيف زد فين. اكيد مكان النيجاتيف زد لو جبتها هناك كده بعكس الاشاره، ده نيجاتيف زد. طب مش احنا قلنا النقطه دي كانت النقطه ايه والنيجاتيف زد هو النقطه بي؟ طيب الزد بار بجيبه ازاي؟ بنزل تحت هنا عكس الكواد اللي فيه الزد، ده الزد بار. تمام، اللي هو النقطه مين؟ سي. كان عايز يجيب مين هو؟ الاريا بتاعت الشكل ده كله. تمام. طيب هو في ملحوظه مهمه قالها لي، قال لي ان ساين ثيتا بكام؟ ب 3 على 5. مش دي اسمها ثيتا؟ اه، ما انا عارف ان طول فيكتور بخمسه، يبقى الساين بتاعها بثلاثه، يبقى اكيد ده بكام؟ باربعه. طب حلو قوي الكلام ده، هو عايز يجيب الاريا بتاعت التراينجل ده كله اللي هو الاي بي سي ده صح؟ طب بص، هو مش ده بخمسه برضو صح؟ مش الحته دي كده قد دي، فدي برضو باربعه صح؟ ودي بثلاثه ودي بكام؟ باربعه. اه طب ما انا دلوقتي عارف ان دي بكام؟ بثلاثه صح؟ طب فانا عايز اجيب الاريا بتاعت التراينجل ده هاف
تايمز بيز تايمز هايت، فبقت هاف تايمز البيز اللي هو ب 4 و 4 و 8 تايمز الهايت اللي هو ب 3 و 3 يعني 6 صح؟ 8 على 2 في 4، 4 في 6 ب 24 اللي هي يعني اجابه الاجابه سي. تمام؟ طيب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. ها السؤال 94. طيب عايزين ايه؟ عايزين الكالكوليتر. طب يلا بينا. زد واحد بواحد ماينس روت 3 اي. تمام؟ طيب جميل. مش ممكن انا اجيب من ده النورم بتاع زد واحد؟ طب النورم بتاع زد واحد مش هعمل ده، يعني هعمل واحد باور 2 ماشي؟ واحد باور 2 بلس روت 3 باور 2 طلع معايا بكام؟ ب 2. طب هو مش دي ممكن اكتبها كده؟ عرفنا بقى من كام سؤال فاتوا كان اوزع النورم عليهم عادي. طيب مش انا معايا نورم زد واحد ب 2؟ يبقى نورم زد 2 هنا بتساوي 1. طب مش انا ممكن اجيب ان نورم زد 2 وادي 2 هناك بالديفايدد بقت 1 ديفايدد 2 اللي هو هاف، استنتجت ان نورم زد 2 بكام؟ بهاف. طيب عايز يعرف الاريا بتاعت التراينجل للفيرتسيز بتاعته زد 1 وزد 2 و0. طيب انا دلوقتي عرفت ده وعرفت ده، يعني عرفت اطوال الكومبلكس نمبر دول بكام. مش احنا قلنا ان النورم ده بيمثل لي اطوال الكومبلكس نمبر؟ طب واحده واحده بقى. دلوقتي انا ممكن من هنا اجيب الارجمنت بتاع الزد واحد صح؟ الارجمنت بتاع الزد واحد اللي هو سيتا واحد يعني بيساوي شيفت تان نيجاتيف روت 3 اوفر 1 طلعت بكام؟ نيجاتيف 60. طب واحده واحده عايز اروح ارسم زد واحد على الارجمنت دياجرام، مش انا معايا الريديوس بتاعه او الطول بتاعه او النورم بتاعه صح؟ ومعايا الانجل بتاعته، ساعتها اعرف ارسمه. طب نيجاتيف 60 دي ارسمها ازاي؟ مش هاجي كده 60؟ مش انا كنت همشي كده بالبوزيتيف؟ يبقى همشي كده بايه؟ بالنيجاتيف صح؟ طيب بقى ده هنا اهو كام؟ نيجاتيف 60 صح؟ دي كده الانجل بتاعتي اللي هي سيتا 1 اللي هي بكام؟ 60 بس مشيت في الاتجاه النيجاتيف. طب هو الطول بتاعه بكام؟ ب 2 صح؟ يعني الحته دي كده كلها بكام؟ ب 2. طب حلو قوي. هو قال لي حاجه، قال لي ان الارجمنت بتاع زد 2 تمام؟ اللي انا معرفوش اللي هو سيتا 2 ها؟ ماينس الارجمنت بتاع زد 1 اللي هو بنيجاتيف 60 يعني ماينس ماينس 60 ايكوال كام؟ 90. طيب مش معنى كده، معنى كده ده كده اتقلب بوزيتيف صح؟ فتبقى سيتا 2 بتساوي 30. اه طب مش انا جبت النورم بتاع زد 2 يعني جبت طول الفيكتور بنص صح؟ تمام ومعايا الانجل بتاعته؟ اه ما انا طالما معايا الانجل بتاعته والطول بتاعه اعرف ارسمه صح؟ طيب الانجل بتاعته بكام؟ بوزيتيف 30 صح؟ يعني همشي كده كام؟ 30 صح؟ والطول بتاعه بكام؟ بنص صح؟ والحته دي بكام؟ 30. الله دي الانجل اللي بينهم بقت بكام؟ 90 صح؟ طيب هو كان عايز مين بقى؟ كان عايز الاريا بتاعت الترينجل اللي هتتكون بالاوريجن وزد واحد وزد اتنين، يعني كان عايز كده الاريا بتاعت كل ده. تمام؟ طيب ايه ده؟ هو مش ده البيز وده الهايت؟ طب مش الاريا دي كانت هاف تايمز بيز تايمز هايت صح؟ تطلع هنا معانا بكام بقى؟ بنيجي نضرب الاتنين دول كده في بعض تمام؟ 2 راح مع 2 تطلع معانا بكام؟ بهاف اللي هي الاجابه بي. وصلت؟ طيب نخش على السؤال اللي بعده. طيب بيقول لي the point A represents an organ diagram the complex number Z and the point B represents a complex number I Z on the same plane. عايز يعرف الميجر بتاعت الانجل او A او B. طب واحده واحده هو مش الانجل ومن غير ارجن دياجرام ولا اي حاجه، مش الانجل بتوين الزد ولما اجي اضربها في اي هو مش الفرق بينهم 90 صح؟ تبقى الانجل بينهم بكام؟ 90 من غير اي حاجه. تمام؟ يعني انا دلوقتي كان عندي ده كده رايح عند الاي ودي الاوريجن بينهم وده البي صح؟ بيقول لي ان ده زد وده اي زد، ما طبيعي الانجل من الزد والاي زد بكام؟ ودي اسمها الاو، كان عايز اي او بي اللي هو الانجل بينهم، يعني الانجل بينهم بكام؟ 90 طبعا. تمام؟ طب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. نخش بقى شباب ايه على الاسئله المقالي. طب يلا بينا معانا اول سؤال بيقول لي فايند ذا مودولس، هنوز الكالكوليتر طبعا. طيب فايند ذا مودولس اند ذا امبليتيود، يعني عايز النورم وعايز الانجل تمام اوف ايتش اوف ذا فولوينج. طيب انا لو عندي منظر زي كده تمام، طيب هو انا هنا عايز اجيب مين؟ عايز اجيب المودولس اللي هو النورم بتاع الزد صح؟
طيب قدامكم دلوقتي حلين، يا اما اكتبها زي ما هي على الكالكوليتر تمام، يعني اما انا دلوقتي قام جاي كاتبها زي ما هي على الكالكوليتر تمام، او ان انا كده كده عارف ان المودلس ابسوليوت نيجاتيف 8 ب 8 تمام، وعارف ان الانجل بكام ب 45 عادي تمام، او اكتبها على الكالكوليتر عادي خالص، او نيجاتيف 8 تايمز كوزاين 45 بلس اي ساين 45 واقفل اهي طلعت بكام، شيفت 2 3 اهو طلع ب 8 وكام ونيجاتيف 135. طب اللي هيسالني ليه النيجاتيف 135؟ عشان انا طبعا ما برضاش بالنيجاتيف ده، فاقوم جاي مدخله هنا وهنا نيجاتيف 45 ونيجاتيف 135. طب انا بالتالي جبت المودلس بكام؟ ب 8 والانجل اللي هي السيتا بكام؟ بنيجاتيف 135 تمام؟ طب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. طيب هو هنا بيقول لي ايه؟ برضه نفس الكلام، عايز نفس الكلام صح؟ طب 4 اوفر 3 باي دي ما اعرفش هي بكام؟ اقوم جاي كاتبها 4 اوفر 3 تايمز 180. خلاص عرفنا بقى الموضوع ده طلعت ب 240، فكانها 2 ساين 240 بلس اي هنا نيجاتيف 240 نيجاتيف اي كوزاين 240. طبعا انا عارف ان المنظر ده فيه حاجه غلط طبعا، عشان الكوزاين المفروض تيجي هنا والساين المفروض تروح هناك صح؟ طب انا هكتبها على الكالكوليتر عادي خالص، 2 ساين 240 بلس اي ماينس اي كوزاين 240 ايكوال ايكوال. طيب طلعت بكام؟ طلعت بنيجاتيف روت 3 بلس اي. طيب هعمل شيفت 2 3 ايكوال، طلعت ب 2 وانجل 150. طب جبت المودلس بكام؟ ب 2. جبت السيتا بكام؟ 150. طب نخش على اللي بعدها عادي، هكتبها زي ما هي على الكالكوليتر صح؟ 1 بلس اي 10 20. طيب واعمل شيفت 2 3 ايكوال، طلعت بكام؟ 1.06 تقريبا وانجل 20. يبقى جبت المودلس بكام؟ 1.06 والانجل طلعت معايا بكام؟ 20. طبعا كلنا خلاص عرفنا الكلام ده كله، حلينا زي في التشوز وحلينا صعب منه. طيب نخش على السؤال اللي بعده. حلو السؤال ده برضو ايه، يلا بينا اللي هو السؤال الثاني. طيب ده سؤال حلو نحله ايه بالراحه. طيب الاسئله اللي فاتت خلاص حلينا صعب منها وحلينا شبهها كتير، فايه ده احنا لسه محلنا ازاي او محلنا شبهها كتير. يعني زد 1 وزد 2 ار تو كومبلكس نمبر وان ارجن دايجرام تمام، عايز زد 2 على زد 1. طب واحده واحده في كل فيجر من الاثنين، يعني دي يعني ده سؤال وده سؤال ثاني. طب انا دلوقتي هشتغل على فيجر 1. طيب فيجر 1 شغال عليها. طب هو زد 1 فيه بكام؟ واحده واحده بقى، مش احنا اتفقنا ان الطول ده هو الار لما شرحت لكم مسائل السيركل في التشوز؟ مش احنا اتفقنا ان الطول ده هو الار؟ طب يعني ده بكام؟ ب 2 صح؟ كوزاين الانجل بتاعته بكام؟ 90 زائد 10 صح؟ اللي هي بكام؟ 100 بلس اي ساين 100. حد عنده مشكله؟ اكيد لا. طيب ده مين؟ ده زد 1. طيب تعالوا نجيب زد 2. الطول بتاعه كام؟ 4. هو انا هنا خدت الانجل دي بالبوزيتيف عشان كانت ماشيه بوزيتيف انتي كلوك وايز، انما لو عندي حاجه مشيت كده تبقى ايه؟ بالنيجاتيف. كل ده عرفناه برضو المفروض. فهنا بقت كوزاين كام؟ نيجاتيف 20 بلس اي ساين نيجاتيف 20. طب هو كان عايز مين؟ كان عايز زد 2 على زد 1 صح؟ يعني كان عايز 4 كوزاين نيجاتيف 20 بلس اي ساين نيجاتيف 20 على 2 كوزاين 100 بلس اي ساين 100. طب يلا الرقم على الرقم 4 اوفر 2 ب 2. طب اتفقنا في الديفايدد بعمل ايه؟ بعمل ماينس، فبقت نيجاتيف 20 ماينس 100 اللي هي نيجاتيف 120، فبقت كوزاين نيجاتيف 120 بلس اي ساين نيجاتيف 120. طب حلو قوي. خلي بالك بقى هو كان عايزها بانهي فورم؟ اكس بلس اي واي، يعني ما كانش عايزها دي ولا اي حاجه. هكتبها على الكالكوليتر مفيش اي مشكله، اما ادخل الاثنين هنا وهنا تمام عادي. هكتبها على الكالكوليتر 2 تايمز كوزاين نيجاتيف 120 بلس اي ساين نيجاتيف 120. طلعت بكام يا شباب؟ طلعت بنيجاتيف 1 نيجاتيف روت 3 اي، ده اللي هو كان عايزه، ده الاكس بلس اي واي اللي هو كان عايزه تمام. طيب هنعمل نفس الكلام بس في الرسمه الثانيه. طب نمسح كده دول مش محتاجينهم. يلا بينا نخش على فيجر 2. طيب فيجر 2، طب هل انا عارف دي بكام؟ لا طبعا، فسميها سيتا. طيب حلو، زد 1 بكام؟ طوله بكام؟ ب 2 صح؟ طيب
الانجل بينهم وبين الاكس اكسس طبعا اتحركت في الاتجاه البوزيتيف فهتبقى بوزيتيف سيتا، ها مش نيجاتيف، انا ما اتحركتش كده، انا اتحركت كده، فبقت 2 كوزاين سيتا بلس اي ساين سيتا. طب يلا زد 2 يلا طوله بكام؟ ب 4. طب الانجل بتاعته واحده واحده بقى، انا عشان اوصل له مشيت كده صح؟ اه. طب هي الحته دي بكام؟ ب 90، والحته دي بكام؟ بسيت، يبقى كوزاين 90 زائد سيت بلس اي ساين 90 زائد سيت صح؟ ما حدش عنده مشكله، جبت الانجل عادي بينه وبين البوزيتيف اكس اكسس، الحته دي ب 90 والحته دي احنا فرضناها بسيت صح؟ طب انا عايز زد 2 على زد 1 يبقى 4 اوفر 2 اهو. طيب كوزاين سيتا بلس اي ساين سيتا. طيب على هنا كوزاين 90 بلس سيتا بلس اي ساين 90 بلس سيتا. طب حلو، مش انا رقم على رقم باتنين صح؟ طيب بطرح بقى صح؟ طيب مش انا بعمل ماينس للانجل، بعمل اللي فوق ماينس اللي تحت وحذاري، انا بدخل الماينس على البراكت كله ما بدخلهاش على 90 بس. بوزيتيف 90 بلس سيتا يعني نيجاتيف هتخش هنا وهنا، ها فبقت سيتا ماينس 90 ماينس سيتا، سيتا راحت مع سيتا اتبقى لي كام؟ نيجاتيف 90، فبقت 2 كوزاين نيجاتيف 90 بلس اي ساين نيجاتيف 90. طب هو كان عايزها بالفورم دي؟ لا ما كانش عايزها بالفورم دي، ده تايمز ها؟ ما كانش عايزها بالفورم دي، كان عايزها اكس بلس اي واي. طب اتفقنا يا شباب، السؤال اللي فات بحطها على ايه؟ على الكالكوليتر. طيب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده، السؤال التالت. ها زد واحد بالمنظر ده، زد اتنين بالمنظر ده، كان عايز زد واحد باور 4 مضروبه في زد 2 باور 2. اتفقنا لو عندي باور او تايمز او ديفايدد بسيبها على التراجنومتريك فورم اللي هو عطاها لي بيها. هو طبعا عايزها ايه؟ على الجبريك فورم اللي هو اكس بلس اي واي. فانا هشتغل واخلص شغلي خالص، وبعد ما اخلص احولها ايه؟ الجبريك فورم اللي هو كان عايزها، شبه الاسئله اللي فاتت اللي احنا حليناها. طب يلا بينا. الاول عايز اجيب زد 1 باور 4 صح؟ طيب اتفقنا بقى زد 1 باور 4، الرقم مع الباور خلاص بحط 2 باور 4 عادي، بنزل الباور على الرقم فبقت 2 باور 4 تطلع معانا بكام؟ 16. طب لما احط الباور هنا كاني بعمل هنا باور 4 صح؟ الباور 4 نزل على 2 بقت 16، الباور 4 بينزل على الانجل صح؟ فبقت 4 تايمز 10 اللي هي كوزاين 40 بلس اي ساين 40. طيب حلوه قوي. من هذا؟ زد 1 باور 4. وعايز مين كمان؟ زد 2 باور 2. اتفقنا بقى خلاص شبه دي. 2 هينزل هنا فهتبقى 3 باور 2 ب 9 كوزاين 40 في 2 ب 80 بلس اي ساين 80. طيب حلوه قوي. هو كان عايز بقى الاثنين دول مضروبين في بعض، يعني هو كان عايز زد 1 باور 4 مضروبه في زد 2 باور 2. خلاص في الضرب بعمل خلاص بقى عادي خالص، الرقم بضربه في الرقم، اما الانجل بجمعه. بقت 16 في 9، 16 في 9 ب 144، ده اللي هو زد 1 باور 4 مضروب في زد 2 باور 2، ضربت ده في ده 144. اتفقنا في الانجل؟ بجمع 40 و80 120 بلس اي ساين 120. هل هو كان عايزها بالفورم دي؟ لا ما كانش عايزها بالفورم دي، فهكتب دي على الكالكوليتر عادي خالص وتطلع لي ايه؟ اكس بلس اي واي. طيب نخش على السؤال اللي بعده. السؤال ده بصوا بقى، والسؤال ده ايه؟ رخم شويه. طيب هو عايز المودرس والامبليتيود. واحده واحده بقى تمام، نرجع من الاول خالص. كوزاين 2 سيتا هي مش بتساوي 2 كوزاين باور 2 سيتا ماينس 1 الدبل انجل؟ طيب معنى كده ان كوزاين سيتا بتساوي 2 كوزاين باور 2 سيتا اوفر 2 ماينس 1. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ تمام، فدي كده تمام، عشان انا باخد هنا نص الانجل دي تمام، هنا خدت نص الانجل دي. طيب يعني انا اشيل الكوزاين دي واحط مكانها كام؟ عشان انا واحد ده مزودني مش عارف اشتغل منه صح؟ ما القانون ده فيه نيجاتيف واحد، فواحد ونيجاتيف واحد يروحوا مع بعض. عرفتوا فايده استخدام القانون ده؟ طيب تمام حلو. واحد بلس اشيل بقى كوزاين سيتا احط مكانها مين؟ 2 كوزاين باور 2 سيتا
ماينس واحد بلس اي. تمام؟ طيب واحدة واحدة بقى، هو مش ساين 2 سيتا بيساوي 2 ساين سيتا كوزاين سيتا، قانون الدبل انجل، يعني معنى كده ان ساين سيتا الواحدة بتساوي 2 ساين سيتا على 2 كوزاين سيتا على 2. مستر انت ليه استخدمت ده؟ تمام؟ عشان انا دلوقتي عشان كوزاين سيتا حطيت مكانها سيتا على 2 هنا، ماشي؟ تمام. عشان انا هنا ظهر معايا سيتا على 2، فانا مش هينفع اشتغل بسيتا وسيتا على 2، فاضطر احول ده ايه؟ لسيتا على 2 برضو. طب عن طريق مين برضو؟ عن طريق الدبل انجل. تمام؟ فدي شلت بقى الساين، حطيت مكانها 2 ساين سيتا اوفر 2 كوزاين سيتا اوفر 2. تمام؟ بقى ده شكل السؤال عندي، صح؟ طب اهو راح اهو، صح؟ فبقت 2 كوزاين باور 2 سيتا على 2 بلس اي 2 ساين سيتا على 2 كوزاين سيتا على 2. طيب حلو قوي، ده اللي احنا وصلنا له، صح؟ طيب مش في حاجه هنا متكرره ممكن اخدها هايست كومن فاكتور؟ الاثنين موجوده في الاثنين، صح؟ فاخد 2 هايست كومن فاكتور معاها مين؟ مش الكوزاين سيتا موجود هنا وهنا؟ كوزاين سيتا على 2 موجود هنا وهنا. يبقى هنا اتبقى لي مين؟ كوزاين سيتا على 2 واحده، صح؟ بلس اي ساين سيتا على 2 واحده. حلو كده؟ طيب ايه ده؟ مش ده كده ستاندرد فورم بتاعها؟ طب ما معنى كده ان المدرس بكام؟ ب2 كوزاين سيتا على 2، ومعنى كده ان السيتا بكام؟ بسيتا على 2. خلصت. تمام؟ يبقى انا كده جبت المدرس ب2 كوزاين سيتا على 2. طب وجبت الامبليتيود اللي هو الانجل بكام؟ بسيتا على 2. بس شكرا، اجابه السؤال. تمام؟ هو مش ده جمع الار؟ هو مش ار كوزاين سيتا بلس اي ساين سيتا؟ مش ده الار اهو؟ اهو يبقى ده المدرس اهو. تمام؟ طيب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. السؤال الخامس. تمام؟ ده طبعا ممكن اكتبه زي ما هو. تمام؟ طيب ممكن اكتبه زي ما هو ازاي يعني؟ هو عايز مين؟ عايز النورم، صح؟ تمام؟ فانا ممكن اكتبه زي ما هو، او يا اما افك بقى وربنا معايا. تمام؟ ممكن اكتبه زي ما هو على الكالكوليتر، 1 بلس اي، خلاص عرفنا بقى الشغلانه دي، تايمز 2 ماينس اي على 1 ماينس اي تايمز 3 بلس اي ايكوال شيفت 2 3. طلعت بكام؟ روت 2 اوفر 2 برضو روت 2 اوفر 2 انجل 45. تمام؟ يبقى المودلس بكام؟ روت 2 اوفر 2 دي الاجابه. طيب لو حد تاني كان عايز يشتغلها، طب اروح بقى اضرب ده في ده واضرب ده في ده واضرب ده في ده وده في ده وهنا 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 وهنا، وشوف بقى مين هيتكنسل مع مين، هتطلع لي برضو 2 روت 2 اوفر 2. نخش على السؤال اللي بعده. طيب السؤال السادس. طيب انا دلوقتي ممكن اضرب الايكويشن في اي من فوق وتحت، تمام؟ طيب فانا ايه اللي هيحصل عندي لو انا دلوقتي جيت ضربت الايكويشن كلها في اي؟ كاني هضرب ده في اي، تمام؟ فتبقى لي مين؟ a ماينس b، تمام؟ نيجاتيف اي a بلس b، تمام؟ عشان لما باجي اخد هايست كومن فاكتور اي بيقلب لي الاشاره بتاعت الحاجه كلها. بس خلصت. فده بقى شبه ده، a ماينس b نيجاتيف اي a بلس b. مين راح مع مين؟ الجزء ده كله راح مع الجزء ده كله، طلع لي المنظر ده كله بيساوي كام اصلا في الاخر؟ بيساوي اي. تمام؟ تمام. هو عايز مين؟ عايز المدرس. طب ما المدرس لو كتبت اي على الكالكوليتر هيديني 91، يبقى المدرس بكام؟ 1. طب انا وصلت المنظر ده ازاي؟ خدت اي هايست كومن فاكتور. طب باخد هايست كومن فاكتور من هنا بيقلب لي اشارات، تمام؟ طب لما قلب لي اشارات الجزء اللي فوق راح مع الجزء اللي تحت، تمام؟ طيب حلو قوي. السؤال السابع. زد واحد وزد اتنين ار تو كومبلكس نمبرز، وير زد واحد بالمنظر ده واعطيني الامبليتيود بتاع المدرس بتاع زد اتنين واعطيني الامبليتيود بتاعها. طب خلاص ما انا ممكن اكتب زد اتنين اهو يا عم. هو عايز ايه اصلا؟ فايند ايتش اوف ذا فولوينج ان ذا نمبر اوف، ماشي ده عايزني احول زد واحد هنا. طب اول واحده سهله، عايزني احول زد واحد للتراجنومتريك فورم، خلاص بكتبها اهو نيجاتيف 9. تمام؟ او واحده واحده، هو مش ده عباره عن ار كوزاين سيتا بلس اي ساين سيتا؟ طيب ممكن اكتبها على الكالكوليتر نيجاتيف 9 بلس 3 روت 3 اي
طلعت بكام؟ شيفت 2 3 طلعت بكام يا شباب؟ 6 روت 3 وانجل 150. خلاص هو كان عايز على الفورم ده يبقى 6 روت 3 كوزاين 150 بلس اي ساين 150. شكرا. بس خلاص ده اللي هو كان عايزه. طب زد 2 بالمنظر ده برضو. طب هي زد 2 عباره عن ايه بس؟ معلش تمام، ده هو عطيني الانجل بتاعتها وعطيني المدرس بتاعها، فاكتب روت 3 طيب كوزاين، اشوف اشيل الباي واحط مكانها 180 واشوف عامله كام. 7 تايمز 180 على 12 طلعت بكام؟ 105. يبقى هنا كوزاين 105 بلس اي ساين 105. شكرا، ده اللي هو كان عايزه. طب زد 1 في زد 2 اللي هي اخر واحده تحت. طيب جبت زد 1 وزد 2 اهو. طب زد 1 في زد 2، مش انا قلت لو عندي تايمز بضرب الرقمين في بعض، يعني هضرب 6 روت 3 في روت 3 طلعت بكام؟ 18. يا جماعه انا بضرب الاثنين دول في بعض، ها، ولازم عشان اضرب او اعمل اضرب او اعمل ديفايدد او اعمل باور لازم اكون محولها على التراجنومتريك فورم اللي هي دي، مش الفاندمنتال فورم اللي هي دي، لازم اكون جايبها على الفورم دي. طب الاثنين موجودين عندي، الاثنين موجودين عندي، فاضرب الرقم في الرقم زي ما اتفقنا. طب في التايمز بعمل ايه؟ بعمل بلس للانجل صح؟ 150 طبعا هتبقى كوزاين. جماعه انا بجمع ده مع ده طلعت 255 تمام؟ بلس اي ساين 255. سؤال معقول وجميل تمام؟ محدش عنده مشكلة، نخش على السؤال اللي بعده. ماشي، هنا كمان كان طالب زد 1 على زد 2، وانا جبت زد خلاص بقى جبت زد 1 على زد 2 اقسمهم من بعض، والرقم اقسمه على الرقم، والانجل اطرحهم الانجل عشان هنا ده ديفايدد تمام؟ طيب هل انا بشتغل بالمنظر ده؟ لا، خلاص عرفنا بقى بنكتبها على الكالكوليتر. يلا بينا. الاولانيه واحد بلس روت 3 اي تايمز واحد ماينس اي على واحد بلس اي. طب دي طلعت بكام يا شباب؟ شفت 2 3 طلعت بكام؟ 2 وانجل نيجاتيف 30. ده اللي هو مين؟ ده اللي هو زد 1. طب زد 2 يلا بينا تبقى زي ما هي على الكالكوليتر، واحد ماينس روت 3 اي تايمز 1 بلس اي على 1 ماينس اي طلعت بكام؟ اعمل شيفت 2 ب 3 طلعت زد 2 بكام؟ 2 وانجل 30. طيب هو كان عايز زد 1 على زد 2. طب يلا، ما مش احنا اتفقنا عشان نعمل ديفايد لازم احولها على تراجنومتريك فورم؟ لازم احولها على تراجنومتريك فورم، يبقى لازم اكتبها كده 2 كوزاين نيجاتيف 30 بلس اي ساين نيجاتيف 30. يلا بينا. ها طب ده 2 كوزاين 30 بلس اي ساين 30. طب هو كان عايز زد 1 على زد 2، يعني كاني هعمل دول ديفايدد، ال 2 راحت مع ال 2 في الديفايدد بعمل ماينس، يبقى نيجاتيف 30 ماينس 30، فتبقى لي هنا كوزاين نيجاتيف 60 بلس اي ساين نيجاتيف 60. كان عايزها في تراجنومتريك فورم سيبها كده. وطبعا الار طلع معانا بكام؟ بواحد، عشان 2 ديفايدد 2 بكام؟ 1. حد عنده مشكله؟ تمام. طيب نخش على السؤال اللي بعده، السؤال التاسع. زد 1 بالمنظر ده، زد 2 بالمنظر ده، زد 3 بالمنظر ده. طيب هو الراجل كتر خيره؟ لا مش كتر خيره، مش كتر خيره خالص. دي تمام، الكوزاين في الاول والساين والاشارات تمام وكل حاجه تمام. ايه ده؟ ده في حاجه، ده في مشكله كمان، خلي بالك ده هنا الانجل مش زي الانجل، امسح ارجع. طيب بعمل ايه؟ بكتبها على الكالكوليتر، كوزاين 114 بلس اي ساين 66 واعمل شيفت 2 3. دي مش متظبطه طبعا تمام، مش انا عارف ان الانجل دي لازم تكون الانجل دي، الانجل دي مش قد الانجل دي، في حاجه خليتها فكتبتها على الكالكوليتر زي ما هي وعملت شيفت 2 3 طلع لي كام؟ 1 وانجل 114 تمام. طب دي اكتبها ازاي بالتراجنومتريك فورم؟ 1 كوزاين 114 بلس اي ساين 114 صح؟ طيب تمام كده؟ تمام كده. طب دي برضو مش زي بعض ولا اي حاجه، هكتبها على الكالكوليتر، هي المنجد الوحيد بتاعي في الحاجات دي، بلس اي ساين 138 طيب واعمل شيفت 2 3 طلع لي زد 2 ب 1 وانجل 42. طب اكتبها تراجنومتريك فورم، 1 ك
كوزاين 42 بلس اي ساين 42. طب حلو يا عم. طيب زد 3 في برضو مشكله، هنا ساين وهنا ساين، انا كنت بتمنى هنا اشوف كوزاين بس ده مش موجود عندي. طب ايه الحل بتاعي؟ الكالكوليتر. زد 3 تبقى زي ما هي على الكالكوليتر، ساين 24 بلس اي ساين 114 ايكوال وشيفت 2 3 طلعت 1 وانجل 66. اكتبها بالتراجنومتريك فورم، 1 كوزاين 66 بلس اي ساين 66. خلاص خلصت، ادي زد 1 وادي زد 2 وادي زد 3. طيب هو كان عايز مين؟ زد 1 في زد 2 على زد 3. طب هضرب زد 1 في زد 2، 1 في 1 ب 1، زد 1 في زد 2 اهو. مش انا في التايمز بجمع الانجل، يعني هجمع 114 زائد 42 طلعت بكام؟ كوزاين 156 بلس اي ساين 156. صح كده يا شباب؟ على زد 3 بكام؟ الماجنتيود بتاعه بواحد او المودلس بتاعه بواحد، كوزاين 66 بلس اي ساين 66. طب انا هو مش انا هنا بقالي ديفايدد، طب انا في الديفايدد بعمل ايه؟ بعمل ماينس الانجل، واحد على واحد بواحد، صح؟ يعني اعمل 156 ماينس 66 هتطلع 90 تمام؟ ايكوال 1 كوزاين 90 بلس اي ساين 90. نقلت 156 ماينس 66 طلعت بكام؟ 90 زي ما قلت لكم. طيب ساين 90 بكام؟ بزيرو، فاتبقى لي 1 كوزاين 90، 1 كوزاين 90 ده في الاخر بواحد، يعني كل اللي هو كان عايزه ده اصلا بالواحد. بواحد تمام؟ طيب طيب اعطيني ارجمنت بتاع زد 1. طب ما ده سهل ده تمام. اعطيني ارجمنت بتاع زد 1 باي اوفر 3 تطلع هنا دي كده ب 60، 3 باي اوفر 4 دي ب 135، الارجمنت بتاع زد 3 باي اوفر 6 ده اللي هو 30 تمام. طيب انا عايز الارجمنت بتاع زد 1 باور 3. طب زد 1 60 باور 3 يعني هضرب 60 في كام؟ في 3 عشان ده انجل، ها مش في التايمز بعمل بلس، ما انا هنا شغال انجل، انا هنا شغال انجل ما دخلتش معايا ارقام، التايمز بعمل بلس. طب زد 2 بكام؟ 135 عليها باور كام؟ 2. مش احنا اتفقنا ان الباور بينزل على الانجل؟ اشوف كل ده بكام، ده اللي هو انا عايزه. وصلت 60 في 3 زائد 135 في 2 تطلع معاك 450 تمام. طب انا ما بشتغلش بالارقام اللي فوق 360 فاعمل لها ماينس مين 360 واشوف هتطلع لي كام تمام. طيب الاثنين دي مالهاش دعوه بحاجه، الاثنين دي مالهاش دعوه بالانجل. زد 1 الانجل بتاعته بكام؟ 60 تايمز بعمل بلس في الانجل، زد 2 135 بس خلاص شكرا. طيب هنا الارجمنت بتاع زد 1، زد 1 بكام؟ 60 بينهم تايمز يعني بعمل بلس، الانجل الثانيه 135 على يعني ماينس، ها جماعه مش ده ديفايدد؟ مش ده ديفايدد صح؟ يعني ايه؟ يعني ماينس، ماينس زد 3 للانجل بتاعته بكام؟ بس كده. يبقى 60 زائد 135 ماينس 30، شكرا دي الاجابه. عشان انا هنا شغال على ايه؟ شغال على انجل. شغال على انجل. تمام؟ ماشي، اوعى حد ينسى، انا شغال على ايه؟ على انجل. ماشي، دي برضو زد 3 باور 6، يبقى همسك الانجل بتاعت زد 3 بقى الزد 3 اضربها في 6 تمام. طيب السؤال الحادي عشر يلا بينا. بيقول لي ان الارجمنت او المودلس بتاع زد 1 بيساوي زد 2 بيساوي 1. طب يعني ار 1 بتساوي ار 2 بتساوي 1. طيب واحده واحده بقى، ايه ده بقى عامل ايه؟ بصوا ليت ان الامبليتيود بتاع زد 1 اسمه سيتا 1، وليت ان الامبليتيود بتاع زد 2 اسمه سيتا 2. حد عنده مشكله؟ طب ما انتوا عارفين كده كده ولا اي حاجه. زد 1 الانجل بتاعته بكام؟ سيتا 1. انا هنا شغال انجل، ها زي السؤال اللي فات، زد 1 سيتا 1 تايمز يعني بلس، زد 2 الانجل بتاعتها في سيتا 2 صح؟ معلش 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 معلش، مش ده باور يعني تايمز صح؟ جميل قوي الكلام ده. ايكوال كام؟ 81 صح؟ هي الواحد تولد كده ليه؟ طيب واحد وكام؟ حلوه كده؟ 81. طيب
زد واحد يعني سيتا واحد. انا هنا بتعامل مع ارجمنت مع انجل ديفايدد يعني ماينس اهو ماينس كام سيتا 2 بتساوي كام 33. معلش انا عايز احلها بدماغي معلش تمام. طيب عايز اجمع صح بس بشرط لما اجمع حاجات دي مع حاجه. فهنا لو جمعت مفيش حاجات دي مع حاجه بس عشان اخلي حاجات دي مع حاجه هضرب الايكويشن دي في كام في 3 يعني احط هنا 3 واحط هنا 3 واضرب ال 33 في 3 تطلع كام 99 صح كده. اجمع بقى كده سيتا 1 و3 سيتا 1 4 سيتا 1 3 سيتا 2 ونجد في 3 سيتا 2 راحوا مع بعض 99 81 طلعوا بكام 180. يبقى سيتا 1 ايكوال 180 على 4 صح 180 على 4 اكيد هتطلع ب 45. طيب جبت سيتا 1 بكام يا شباب 45 صح. طيب مش انا كنت عارف ان سيتا 1 ماينص سيتا 2 بتساوي 33 ارجع اقعد بسيتا 1 بكام 45 بقت 45 ماينص سيتا 2 ايكوال 33 ده يطلع بره بعكس الاشاره بقت 33 ماينص 45 بنيجاتيف 12 وده هنا نيجاتيف سيتا 2 نيجاتيف راح مع نيجاتيف تبقى سيتا 2 بكام يا شباب ب 12. جبت سيتا 1 وجبت سيتا 2 ارجع بقى اشوف هو كان عايز ايه. كان عايز زد 1 باور 15 يعني 1 كوزاين سيتا 1 بكام 45 بس مضروبه في كام 15 صح. لا ده هنا ده باور ينزل بالتايمز بلس اي ساين 45 في 15 تايمز ماشي تايمز جبتها وزد 1 باور 15 وهجيب زد 2 باور 15 صح. يطلع 1 كوزاين 12 في 15 بلس اي ساين 12 في 15 بينهم ايه تايمز يعني اشوف الانجل دي بكام واجمعها على الانجل دي واشوفها بكام تمام. طيب ان شاء الله ما حدش يكون عنده مشكله. السؤال ال 12 طيب هل زد واحد في الستاندرد فورم؟ في الستاندرد فورم الاثنين انجل قد بعض وفي الاول في كوزاين وفي الثاني في ساين. طب هل زد 2 في الستاندرد فورم؟ في الستاندرد فورم. طيب وهنا لازم اتشيك ان هو في ستاندرد فورم ولا لا تمام. طيب نفس الانجل نفس الانجل خلاص هو عايز زد 1 بلس زد 2 دي تخش على الكالكوليتر عادي تمام. تخش على السؤال اللي بعده. طيب عايز زد 1 في زد 2 هل بعرف اشتغل بالالجبريك فورم في التايمز؟ لا فلازم اروح احولها لايه؟ تراجنومتريك فورم. طب احولها تراجنومتريك فورم ازاي؟ بالاله تمام؟ اكتبها على الاله ماشي 1 ماينص روت 3 اي طلعت بكام؟ واعمل شيفت 2 3 شيفت 2 3 طب بقت زد 1 طلعت لي 2 وانجل نيجاتيف 60 يعني 2 كوزاين نيجاتيف 60 بلس اي ساين نيجاتيف 60. طب حلو قوي زد 2 اروح اكتبها على الكالكوليتر تمام 1 بلس اي تمام شيفت 2 3 هي تطلع روت 2 وانجل 45. طب اكتبها روت 2 كوزاين 45 بلس اي ساين 45. طب حلو من هذا زد 1 من هذا زد 2. طب هو كان عايز الاثنين مضروبين في بعض هضرب الرقم في الرقم فبقت 2 روت 2. طب والانجل بعملهم بلس نيجاتيف 60 و45 تطلع نيجاتيف 15 فبقت كوزاين نيجاتيف 15 بلس اي ساين نيجاتيف 15 تمام تمام. طيب انا عايزهم في تراجنومتريك فورم اسيبها زي ما هي خلاص تمام. زد 2 على زد 1 هي هي اروح بس اخلي ده فوق بقت روت 2 على 2 والانجل اعمل لها ايه؟ اعمل لها ماينس هعمل 45 ماينس ماينس 60 ها خلي بالكوا عشان دي هتحول بلس وتبقى دي الانجل بتاعتي تمام. طيب زد 2 باور 6 ولا اي حاجه هجيب يعني زد 2 عادي خالص تمام واعمل ايه باور 6 تمام. اتمنى تكونوا فهمتوا يا شباب وبالتوفيق ان شاء الله وكل واحد يحقق اللي هو عايز يوصله. يلا سلام عليكم.